أحيانا ربنا بياخد مننا حاجات صغيرة عشان يرجعها لنا كبيرة. يعني مش قاعدة إن أي حاجة تروح تبقى مش هترجع تاني. صدقني لو ربنا كتبها لك هترجع لك أحسن كمان من الأول. إذا أردت شيئا وأبعده الله عنك فأطلق سراحه، فوالله لو كان لك لن تمنعه عنك قوى السماوات والأرض. وتذكر دائما أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، لا شيء يضيع عند الله. واستودع دائما ما تخشى فقدانه عند من لا تضيع عنده الودائع، وتأكد بأنه مهما غاب سيعود.